لخط الهجوم. الفريق السوري فريقنا الوطني أعزائي المشاهدين والمستمعين سيكون في اللباس الأبيض بالنسبة للثوب والسروال الأخضر والجواريب البيض. الفريق السوري راح يتألف من مالك شكوح لحراسة المرمى في الثياب الحمراء والسراويل البيض، وعصام محروس، محمد دهمان، جهاد أشرفي، راغد خليل لخط الدفاع، نزار محروس، عبد القادر كردغلي، محمد شقلان، جورج خوري لخط الوسط، ومروان مدراتي ووليد أبو السل لخط الهجوم. يدير مباراة هذا اليوم طاقم السويدي يتألف من الحكم إريك فريدريكسن، عمره 42 سنة، إلى 1400 مباراة، عدد المباريات الدولية اللي حكمها 120 مباراة. شارت الفيفا الدولية أخذ عام 1973 وقام بالتحكيم في كأس العالم سنة 73. يساعد رونا لارسن حكم دولي سويدي، وبوكو لوسن 36 سنة أيضا حكم دولي سويدي، وحكم رابع هو منيب لجعيد من المملكة العربية الشقيقة. رئيس الفريق العراقي راعد حمودي أجرى القرعة، ورئيس الفريق السوري، والفريق السوري راح يلعب بمساعدة الهواء، ونحن في انتظار المباراة في شوطها الأول. مباراة اليوم مباراة مهمة، مباراة حضرها جمهور عراقي من ساعة واحدة لحد الآن يشجع، في فنانين وفي جمهور وفي كل شيء، وباقات من الورد تقدم إلى رئيسي الوفد العراقي والسوري من رعاية الشباب في المملكة العربية السعودية. وفريقنا الوطني العراقي في وسط أرضه، والكابتن راعد حمودي، وإحنا كنا أمل في أن فريقنا إن شاء الله يفوز مباراة هذا اليوم بكل ما أعرف عنه من قوة ومعنوية، وهذه هي آخر محطة إلى البداية. الحكم السويدي في الوسط، والواقع هو ضربة البداية للفريق السوري، يعني الريح جانبية أكثر من ما هي مع أو ضد أي فريق. والحكم السويدي لاركسن في الوسط، وضربة البداية للفريق السوري. وصفر الحكم معلنا مباراة العراق وسوريا، وهي المباراة الختامية في للمجموعة الآسيوية ضمن تصفيات كأس العالم. باسل جورجيس تنقطع من الفريق السوري، تروح إلى عصام محروس، نزار محروس، ورمية جانبية للفريق السوري. راغد خليل يلعب الكرة، وغانم عربي، ووليد أبو السل أخذ الكرة وهجمة من بعيد ويخلصها كاظم، ورمية جانبية للفريق العراقي. وعدنا كاظم، غانم عربي خرج خارج الملعب بإيده، إصابة خفيفة، الطبيب فالح فرنسيس والمساعد، والكرة بين جهاد أشرفي تروح إلى مالك شكوحي، ودخل غانم عربي مرة أخرى، والكرة مع عبد القادر كردقلي. كرة طويلة، خليل علاوي، كرة تنقطع من الفريق السوري، رمية جانبية لمنتخبنا الوطني في الجهة الأخرى من الملعب،
مباراة اليوم منقولة إلى أكثر من 40 دولة من ضمنها كندا والمكسيك والبرازيل وأوت آخر لمنتخبنا الوطني من الجهة الأخرى، ومن البرازيل راح تنقل إلى جميع دول أمريكا الجنوبية. لعبة الكرة الجانبية إلى خليل محمد علاوي، خليل محمد علاوي كرة إلى أحمد راضي حارس وتنقطع، يسيطر عليها عدنان درجال، عدنان إلى خليل علاوي، ترجع الكرة إلى كاظم مطشر، كاظم مطشر في ساحتنا دا يلعب مع غانم عربي مدافع يسار منتخبنا الوطني، وإلى حسين سعيد، حسين مناولة إلى غانم علي ورمية جانبية لمنتخبنا الوطني، رمية جانبية للمنتخب الوطني العراقي وهنا في الدقيقة الثانية، وعلي حسين واحتسب الحكم فاول لصالح منتخبنا الوطني، فاول راح يضرب علي حسين، علي حسين يرفع كرة وحسين سعيد حسين وعالية انفرة حسين وضربة عالية من فوق العارضة، تحويلة كانت فاول، شوف مرة أخرى علي حسين مناولة إلى حسين سعيد داخل منطقة الجزاء وكرة تروح من فوق العارضة، ضربة مرمى للفريق السوري يلعبها مالك شكوحي، مع المدافع عصام محروس وترجع إلى حارس المرمى. راقد خليل كرة أرضية يستلمها كردغلي وتنقطع من غانم عريبي، غانم إلى علي حسين وتنقطع من الفريق السوري وغانم عريبي، والحكم يقول العب إلى علي حسين، شاكر ممتاز علي، مناولة جيدة إلى حارس محمد وإلى خليل علاوي، خليل في جهة اليمين يتقدم يناول كرة تنقطع من الفريق السوري ويسيطر عليها حارس محمد، حارس حارس مرة أخرى، وخليل علاوي يحولها إلى علي حسين ما يسيطر عليها، علي عالية تروح أوت للفريق السوري، هذا علي حسين ورمية جانبية للفريق السوري قريب من علم الزاوية مالهم، وقت اللعب من راغد إلى حارس المرمى، كرة مع مدافع اليسار عصام محروس، اقطاع كاظم مطشر، باسل جورجيس إلى خليل علاوي، خليل إلى حارس، حارس يطلع واحد ويطلع اثنين وآوت للفريق العراقي، رمية جانبية لمنتخبنا الوطني وحدة في الدقيقة الخامسة والنتيجة التعادل بدون أهداف، وهاي الأعلام العراقية وصورة السيد الرئيس القائد صدام حسين في ملعب الطائف، جمهور يعني حتى الجمهور السعودي متحمس لهذه المباراة، وكتب الحكم فاول لمنتخبنا الوطني، فاول خليل علاوي يلعب كرة عالية وأحمد راضي كرة تروح إلى الأوت، ضربة مرمى للمنتخب السوري، ضربة مرمى للمنتخب السوري، ولعبة الكرة مع جهاد أشرفي وإلى راغد خليل، راغد يلعب كرة إلى الأوت ورمية جانبية للمنتخب الوطني العراقي، رمية جانبية للمنتخب الوطني العراقي، غانم عريبي يقول للحكم تقدم بعد، لعبة رمية جانبية وآوت آخر للعراق ورمية جانبية، غانم عربي يلعب رمية جانبية، دافع جهاد أشرف إلى جهة اليمين، عصام محروس
ترجع الكرة وفاول فاول جورج فوري وعاود لمنتخبنا الوطني غانم عريق الى احمد راضي على حسين الى شاكر محمود شاكر الى باسل جورجي وتنقطع غانم عريبي حكم يقول العب وقريب من عدنان وغانم ووليد ابو السل يحول الكره الى مدافع اليسار عصام محروس اللاعب في منتصف الملعب تماما بالنسبه للمستمعين الاذاعه تحويله ورعد حمودي يمسك اول كره خلال 8 دقائق داخل منطقه الجزاء والكرة عالية من رعد حمودي كرة عالية سيطر عليها نزار الى مدافع اليسار عصام واو الكرة لا زالت الحكم يقول العب يعني احنا مستوى الارض مع الفريق السوري الى جهة اليسار وفي منتصف الملعب الكرة مع المدافع نزار قريب من حارس محمد ونزار محروس مرة اخرى تنقطع سيطر عليه حسين الى احمد راضي فاول ضرب للخلف والحكم يقول سبب الحكم نفق فاول الفريق السوري في المنتصف تقريبا في الدائره الوسطيه لعب الى مدافع اليسار وترجع الى الشبه محمد شقلان مدافع راغد خليل وعلى حسين حارس الى شاكر محمود شاكر غانم عربي يستلم كره من شاكر في منتصف الملعب المن غانم عاوز الفريق السوري واحتياط الفريق العراقي لمباراه اليوم والكادر التدريبي والطبي ورقم 2 راغد خليل يلعب الرمية ويرجع الحكم واحنا 10 دقائق اعزائي المشاهدين والمستمعين والنتيجة لا زالت تتعادل بدون اهداف في مباراة العراق وسوريا والكرة شاكر يقطعها كرة عالية تنقطع حسين سعيد الى احمد راضي احمد ممتاز يفتح كرة الى حارس محمد يلحق عليها حارس ويسيطر عليها تحويله يال ضربة ممتازة من حسين بعدها عاد علي حسين يقدر يحول تحويلة جيدة الفريق العراقي وتروح إلى حارس المرمى هجمة جيدة من أحمد راضي يعني الفريق العراقي حسين ضربة راس تروح وأحمد راضي يمسك حارس المرمى كرة مع حارس المرمى سوري و عصام محروس عصام تنقطع من حسين سعيد ممتاز حسين ممتازه يدخل حسين يترك لاحمد راضي احمد احمد ناخذ منه وفي منتصف الملعب سيطر عليها عدنان درجال في منتصف ملعبنا الى منتصف الملعب باسل جورجيس باسل الى خليل محمد علاوي الكرة في الوسط خليل في جهة اليمين مدافع اليمين خليل محمد علاوي الى حارس محمد حارس يضرب من بعيد ويمسك حارس المرمى جيدة حارس يضرب من بعيد من حوالي 30 يارد ويمسك حارس المرمى مالك شكوحي شوف مرة اخرى بتصوير بطيء ضربة من حارس وتروح الى حارس المرمى ويمسكها
كرة مع مدافع اليمين من مرة أخرى الحارس ضربة من بعيد بين عجبة المفرش والكرة مع الفريق السوري مدافع اليمين راغد خليل كرة في ملعب الفريق السوري أحمد سنترا كرة عالية ما يسيطر عليها المدافع السوري عصام محروس ورمية جانبية من الجهة الأخرى من منتصف الملعب والنتيجة الآن التعادل بين العراق وبين سوريا وإحنا في الدقيقة 12 أعزائي المشاهدين لعبة الكرة إلى خليل محمد علاوي ترجع إلى حارس في منتصف الملعب حارس تنقطع من الفريق السوري عبر خط الوسط رقم 16 وكرة غانم عريبي ضربة رأس باسل جورجي حسين سعيد إلى أحمد راضي حسين وأحمد يطلع الأحمر حسين سعيد حسين انفراد و يحتسب الحكم فاول مدافع السوري كان سريع وضربة حرة للفريق السوري حسين سعيد رقم 10 لاعب المنتخب الوطني العراقي والكرة إلى المدافع محمد دهمان كابتن الفريق رقم 3 وإلى مدافع اليسار كرة عدنان درجال إلى رعد لا عدنان يرجع كرة وضرب الزاوية للفريق السوري سريعة كانت أول ضربة زاوية في المباراة وإحنا في الدقيقة 13 ضربة زاوية أول ضربة زاوية في المباراة كرة يبعدها خليل محمد علاوي حسين سعيد يسيطر عليها حسين إلى أحمد راضي أحمد يطلع يضرب ويمسك حارس المرمى ممتاز أحمد من ضربة زاوية للفريق السوري إلى يقطعها خليل إلى حسين سعيد إلى أحمد راضي ويهدف ويمسكها شوفوا مرة أخرى أحمد راضي يخلص ثلاث مدافعين من فريق سوريا وضربة باليسار تروح ويمسكها حارس المرمى السوري مرة أخرى شاهدة يعني نعتذر بالنسبة للمستمعين لكن ضربة من خارج منطقة الجزاء وضربة قوية وربع ساعة والنتيجة لا زالت التعادل الكرة مع مدافع اليمين السوري علي حسين يقطع الكرة تنقطع مرة أخرى من الفريق السوري كردغلي غانم عربي وعلي حسين إلى أحمد راضي أحمد راضي يطلع واحد وإلى حسين سعيد حسين أحمد راضي ويأخذ منه باسل جورجيس باسل تدخل باسل والحكم يقول العب خليل علاوي وصفر الحكم فاول للفريق السوري قريب من الدائرة الوسطية اللي ساحتهم فاول فاول للفريق السوري وايضا هذه المباراة تنقل باللغة الانجليزية لدول عديدة وكرة يقطعها غانم واوت للفريق العراقي أوس للفريق العراقي غانم عريبي قريب من علم زاويتنا إلى أحمد راضي سيطر عليها محمد دهبان كابتن الفريق السوري حولها إلى عصام محروس عدنان دجال ضربة رأس وضربة زاوية أخرى للفريق السوري ضربة زاوية للفريق السوري وإحنا في الدقيقة 14 من المباراة ولازم ترجع الكرة
داخل القطاع الدائرة ربما المراقب الخط ما يقبل يقول له لازم ترجعها صح ضربة زاوية كرة عالية ورعد حمودي يمسك ممتاز رعد ممتاز رعد والكرة مع خليل العلاوي المن خليل تنقطع من الفريق السوري هيك كرات حرامات تضيع اوت الفريق العراقي اوت وملعب الطائف اعزائي المشاهدين ملعب صغير نوعا ما يعني حوالي 25000 متفرج مملوء الى تقريبا 90% منه الكرة في المنتصف مع شاكر محمود شاكر الى حسين سعيد حسين سعيد حسين كرة الى خليل محمد علاوي الدفاع الصاعد احنا نلعب في المنتصف تحويله من خليل علاوي ويبقى على حسين يسيطر على الكرة خارج منطقة الجزاء لا دال على حسين بينه وبين المدافع السوري وضربة فاول لصالح منتخبنا ضربة فاول لصالح منتخبنا وهذا خليل علاوي اللي حول الكرة وضربة فاول لمنتخبنا حارس محمد يلعب الفاول الحكم يعد 10 ياردات وحارس حكم ما يرجعهم الى الى لان ينذرهم اذا ما وضربة فاول حرة مباشرة صفر الحكم وكرة عالية وإبادة بعده يا ضربة ممتازة برأس المدافع وتروح إلى ضربة زاوية ضربة جدا قوية رايحة للجول ضربة بديعة جدا على كل ضربة زاوية لمنتخبنا الوطني ورمية جانبية لمنتخبنا الوطني وعلي حسين مرة أخرى إلى علي حسين وأوت آخر ضربة بديعة كلش كانت لكنه الآن ضربة زاوية يتركها علي إلى حارس محمد أول الغيب قطر لابد أن ينهمر ضربات متتالية من منتخبنا الوطني على مرمى الفريق السوري والحكم بإيده كانت على كل هجمة في منتصف الملعب و خليل وغانم حسب الحكم فاول لصالح الفريق السوري في منتصف ملعبنا تقريبا ضربة فاول ضربة حرة مباشرة للفريق السوري واحنا في الدقيقة 21 والنتيجة لا زالت التعادل بدون اهداف وفي منتصف ملعبنا على يسار منطقة الجزاء على يسار منطقة الجزاء وضربة حرة مباشرة كرة ترتطم وتروح إلى ضربة الزاوية ارتطمت بالجدار وتروح إلى ضربة الزاوية ثالث ضربة الزاوية للفريق السوري و النتيجة التعادل بدون اهداف اللعبة ضربة الزاوية الى وليد ابو السيل ويضرب من بعيد الى الاوت ضربة مرمى لمنتخبنا الوطني وخلال ال 22 دقيقة اعزائي المشاهدين مثل ما لاحظتوا ان الفريق العراقي يهاجم ويضغط ويسدد يعني على المرمى يعني ممكن انه هالضربات اذا كان بالامكان اشوف التصوير بطيء من وليد ابو السيل راحت الى الاوت ممكن الى وح يعني اتقن الواقعة الاخيرة كانت كلش قوية لكنه ارتطمت في رأس المدافع السوري وطلعت الى اوت والكرة مع شاكر في منتصف الملعب تماما تحويلة الى حسين سعيد حسين وتنقطع من الدفاع السوري ومرة اخرى وعبد القادر كردغني في المنتصف في منتصف الملعب وحسين باسل الى علي حسين
ممتازة إلى أحمد راضي في جهة اليسار. أحمد راضي طلع كرة يسيطر مرة أخرى. الحكم يقول رمية جانبية لكنه كان فيها نوع من الآثار. واللعبة الرمية الجانبية إلى غانم عريبي. غانم يضرب غانم من فوق العارضة. ضربة مرمى للفريق السوري. ضربة مرمى للفريق السوري. يلعبها حارس المرمى وترجع إلى محمد دهمان خارج منطقة الجزاء وإلى مدافع اليمين راغد خليل. راغد كرة عدنان درجة ضربة رأس شاكر باسل وشاكر يسيطر عليها. شاكر ممتازة إلى خليل علاوي ولاعب سوري ساقط والكرة مع خليل محمد علاوي نهض وإلى حارس محمد حارس إلى شاكر محمود إلى غانم عريبي الصاعد في منتصف ملعب الفريق السوري إلى علي حسين ممتازة وعلي يطلع علي يبرز. الله ضربة بديعة جدا من علي بيده وبالعمود وتطلع ضربة جدا ممتازة والحكم يتكلم ضربة. شوف مرة أخرى شوف علي شلون اخترق مدافعين اثنين وضربة باليمين ضربة قوية بيد الحارس المرمى وبالعمود بيد حارس المرمى وبالعمود أرضية وتروح إلى يعني هدف محقق. شوف مرة أخرى علي طلعت لاعبين اثنين وضربة جدا ممتازة وقدر شوف في حارس المرمى بيده وبالعمود وهدف محقق على كل ان شاء الله بغيرها. وحسين سعيد اخذ كرة يطلع حسين يدخل حسين يراوغ حسين وضربة مرمى للفريق السوري. هجوم جيد من الفريق العراقي وعندنا حسين سعيد ساقط على خارج منطقة الجزاء خارج الملعب. ضربة يعني قوية تصير ولا زالت النتيجة 25 دقيقة والتعادل بدون أهداف. احنا 24 راح ندخل 25 ودخل حسين سعيد إلى الملعب لكن أخطر الضربات اللي هدف بها الفريق العراقي هو الضربة اللي ضربها علي حسين وبيد حارس المرمى وبالعمود وخلص المرمى السوري من هدف كاد يكون محقق. جهاز غانم الى الاوت ورميه جانبيه للفريق السوري وليد ابو السل رقم 7 الى جورج خوري تحويله الى جهه اليسار تنقطع من حارس خليل ويسيطر عليه شاكر محمد الى غانم تنقطع من وليد ابو السيل غانم الى الاوت ممتازة ورمية جانبية للفريق السوري. راغد يلعب الرمية الجانبية وقريبة من علم الزاوية مالنا و داخل منطقة جزاء الفريق العراقي خطرة ممتازة يا رعد وتنضرب ويخلصها المدافع ممتازة رعد هجمة مبادلة عن في ملعب الفريق السوري ويرجعها محمد دهمان إلى الفريق السوري. راغد خليل مرة أخرى نشاهده شوف ما سيطر عليها ويضرب ورعد يردها ويخلصها المدافع العراقي. مرة أخرى تحويلة شوف ضربة بعدها رعد أخطر ما يعني أي أيوة الهجمة للفريق السوري خطرة والكرة
مع الفريق السوري في ملعبه مع محمد جهاد أشرفي. كوري وراغب خليل. عدنان وشاكر يسيطر على الكرة. شاكر ممتاز الى احمد رامز. باسل جورجي وشاكر وفاول للعراق. ضربة حرة غير مباشرة الى علي حسين. علي حسين ورمية جانبية لمنتخبنا الوطني. لازم تثمر هذه الهجمات عن شيء ما معقولة. حسين ممتازة يطلع لعلي حسين داخل منطقة الجزاء. جول لمنتخبنا الوطني. جول بديع. جول بديع. الفريق العراقي يسجل الهدف الاول. فريقنا الوطني يسجل الهدف الاول. فريق العراق يسجل الهدف الاول مره اخرى. حسين سعيد يطلع لعلي حسين. دعوة هاي لازم تثمر عن هدف. جول جول وضربة قوية وإلى الهدف. حسين سعيد يسجلنا الهدف الأول مرة أخرى. شوف علي حسين يتقدم داخل منطقة جزاء الفريق السوري ويطلع كرة بديعة طلع حارس المرمى. وحسين سعيد طاوة كرة إلى المرمى مسجل الهدف الأول في الدقيقة 29. الدقيقة 29 للفريق العراقي هدف مقابل لا شيء للفريق السوري. والكرة الكرة مع المدافع نزار محروس. هجمات متتالية وتنقطع وحارس حارس تحويلة أحمد راضي بينه وبين المدافع و تروح الى حارس المرمى. حارس المرمى مالك شكوحي. هجمات كثيرة للفريق العراقي لازم تثمر عن شيء والحمد لله ثمرت الان عن هدف. العراق هدف وسوريا لا شيء. هجمة للفريق السوري في جهة اليسار من يم معك خليل راح يحول تحويله. اتركها اتركها عدنان خليها. راعد مسكها بسهولة بس هدف واحد مو مطمئن يعني لازم نضبط الشغلة. حارس الى احمد راضي بين سعيد في مركز خارج اليمين وتسلل اول تسلل في المباراة. بين سعيد اللي سجل لنا الهدف الاول في الدقيقة 29 والكرة مع الفريق السوري. اواديت مدرب الفريق السوري وراغد خليل والى جهة اليسار بالنسبة للفريق السوري نزار محروس ورمية جانبية لمنتخبنا الوطني. رمية جانبية لمنتخبنا الوطني واحتياطي الفريق العراقي والفريقنا الوطني متقدم بهدف واحد. خليل محمد علاوي يلعب الكرة. حسين احمد راضي والحكم احتسب دفع. فاول للفريق السوري في منتصف ملعب قريب من الخط الجانبي. قريب من الخط الجانبي. وخليل والحكم احتسب فاول في منتصف الملعب للفريق السوري. فاول للفريق السوري في منتصف الملعب. لعبت الكرة الى مدافع اليمين راغب خليل. عدنان دجال ضربة راس. شاكر سيطر على الكرة في منتصف ملعبنا ويتقدم. وشاكر يناول المن. شاكر قريب منك
زيان واحمد رابع على كل دم قطع في منتصف الملعب للفريق السوري، الكره مع الفريق السوري، اثنين فقط متقدمين مهاجمين. لا تنسونا اعزائي المشاهدين والمستمعين، يعني الفريق السوري في الحاله راح يبدا يلعب مهاجم لان ماكو شيء يفيده. الفريق العراقي يجب ان يضبط هالامور في منتصف الملعب تماما. كره تنقطع من كاظم الى باسل جورجيز، باسل ممتازه، باسل الى علي حسين في جهه اليسار مفتاح الفريق، علي حسين الى شاكر محمود، راح يضرب شاكر، يضرب شاكر، لا 40 مره ضربتها بالتمرين، ضربه مرمى للفريق السوري. شاكر ضربه من بعيد ما كانت موفقه علينا، هوايه بعدنا وقت. كره تلعب الى رئيس الفريق محمد دهمان والى جهاد اشرفي، راغب خليل، كرة تنقطع، كاظم فشل، ممتازة كاظم، كاظم فاول ضد كابتن فريق السوري، ما يصير ابويا، يوقع على احمد راضي، سوريا مشت، نعم تمشي. فاول لمنتخبنا الوطني، عدنان ترجع عدنان درجان، عدنان كرة عالية تنقطع من عصام محروس، عصام محروس يقطعها حارس ويسيطر عليها كالدغلي، كرة غانم ممتازة، غانم قطع كرة، راح يصعد غانم، غانم متدرب عليها، غانم راح يحول الى حارس الى باسل جورجيز، تضرب من فوق العارضه، ممتازه باسل، باسل جورجيز ضربه قويه من خارج منطقه الجزاء رقم 14 اذا انشاهده من فوق العارضه، ضربه مرمى للفريق السوري ومن بعيد من فوق العارضه، ضربه مرمى للفريق السوري، واحنا 35 دقيقة اعزائي المشاهدين والمستمعين، والعراق متقدم بهدف واحد مقابل لا شيء لسوريا، سجل حسين سعيد في الدقيقة 29 والكرة مع في منتصف ملعب الفريق السوري الى المدافع راغد يلعب كرة، وليد ابو السل و اوفسايد، مراقب الخطأ الشرعي، اوفسايد للفريق العراقي، وليد ابو السل متسلل، ضربة حرة غير مباشرة لمنتخبنا الوطني، وتلعب الكرة الى راعد حمودي حارس المرمى، كرة الى خليل محمد علاوي، خليل عدنان درجان، عدنان عيني يلعب، احنا بعد محتاجين جوال، جوال واحد ما يطمئن، باسل وفاول لمنتخبنا الوطني، فاول لمنتخبنا الوطني من جهة خليل علاوي، خليل يلعب الكرة إلى باسل جورجيز ويقطعها المدافع السوري، قطع المدافع السوري ويحول كرة، غانم ممتازة قطعة جيدة، يطلع واحد غانم ويعبر خط الوسط، ممتازة غانم، اثنين ويطلع حسين سعيد إلى علي حسين، ممتازة مو أوفسايد، علي حسين يحول كرة، أحمد راضي، حسين وتروح، كرة حلوة من أحمد راضي كانت إلى حسين سعيد لكنه تروح إلى حارس المرمى. فريقنا الوطني العراقي ده يلعب بمستوى جيد ومتقدم بهدف واحد، واحنا 8 دقائق على انتهاء الشوط الاول، والكرة حسين سعيد بينه وتقطعها حارس، حارس الى علي حسين، علي سيطر على الكرة وايل العود، صعبة كانت يعني صعبة مو سهلة، قريبة من الخط الجانبي ورمية جانبية للفريق السوري، رمية جانبية للفريق السوري، علي حسين
والكرة مع الفريق السوري. إلى مدافع اليسار عصام محروس. عصام محروس إلى نزار. عدنان ترجال. واحتسب الحكم فاول بعد عدنان ترجال في منتصف الملعب تقريبا. لعبة الكرة الدائرة الوسطية الآن الفريق السوري. وعلي حسين. إلى حسين سعيد. وأوفسايد. لا أوفسايد صحيح، كان أحمد راضي متقدم. أحمد راضي كان متقدم. وتسلل للفريق السوري. تسلل للفريق السوري. ومنصورة يا بغداد الجوك الموسيقي دي دقلنا. وإن شاء الله منصورة والعراق متقدم بهدف واحد. عدنان درجال ضربة رأس لم قطع من الفريق السوري. وممتاز شاكر. وكابتن الفريق محمد زهمان يتركها إلى حارس المرمى. حارس المرمى. حارس المرمى إلى جهاد أشرفي من الفريق السوري. وإلى مالك شكوحي. مالك إلى راغد خليل. راغد. راغد. حول كرة. وخليل ضربة رأس. قطع جيد من الدفاع. يسيطر عليها اللاعب عصام محروس. وعدنان درجال يقطع كرة. والحكم يقول العب. وترجع الكرة الى رعد حمودي من باسل جورجي. يعني باسل شغلات ترى دير بالك هذا. في المرة الثانية لا ترجع انه يشوف. لان ثاني يقدر يسوي منها هجمة. على كل رعد حمودي. الى خليل علاو. خليل. حسين سعيد. ممتازة الى حارس محمد. هجمة لمنتخبنا الوطني. حارس يحول داخل منطقة جزاء الفريق السوري. علي حسين. لا يسيطر عليها لكنه يقدر يلحق عليها مرة اخرى قريب من علم الزاوية. يسيطر عليها علي حسين يراوغ. وعلي حسين ياخذ الكرة. ويطلع واحد ويدخل. علي. علي. وكان يطلع اللاعب دباوة. والكرة تنقطع من الفريق السوري. هجمة حلوة من علي حسين كانت جدا ممتازة. كرة في ملعب الفريق السوري. بالنسبة للمستمعين حتى تحول الى الدفاع اليسار. شوف مرة اخرى. شوف وين دخل بعد. وطلعها لكن تنقطع. يطلعها اللاعب احمد راضي حسين سعيد على كل. كرة مع الفريق السوري. وتروح الى رعد حمودي وينسكها. رعد حمودي. كابتن الفريق العراقي. كابتن الفريق العراقي. واحنا دخلنا الاربعين دقيقة. ومنتخبنا الوطني متقدم بهدف واحد اعزائي المشاهدين والمستمعين في اذاعة صوت الجماهير. وسجل حسين سعيد في الدقيقة 29 والكرة مع رعد حمودي حارس المرمى وكابتن منتخبنا الوطني. خليل محمد علاوي. حارس. حارس. احمد راضي. ما يسيطر عليها. تنقطع من الفريق السوري. وترجع الى المدافع. غانم. راح تصير ضربة زاوية. ضربة زاوية للفريق السوري. ضاعها غانم ضربة راس. تروح الى ضربة زاوية للفريق السوري. احتياطي المنتخب الوطني العراقي ضربة زاوية. ضربة زاوية واحنا في الدقيقة 41. ضربة زاوية. يلعب المدافع السوري ضربة راس وممتازة. عدنان. وتنقطع مرة أخرى من راغد خليل. يحول كرة. وخليل محمد علاوي يلعب كرة بعيدة جدا. حارس محمد ما يسيطر عليها. تنقطع من الفريق السوري في منتصف الملعب إلى رقم 15 جورج خوري. وأوت لمنتخبنا الوطني. أوت لمنتخبنا الوطني. واحتياطي الفريق السوري. ورمية جانبية لمنتخبنا الوطني أعزائي المشاهدين. وإحنا باقي حوالي 3 دقائق ونصف على انتهاء الشوط الأول. ولا زال فريقنا متقدم بهدف واحد. وشاكر محمود. شاكر. غانم. إلى رعد حمودي. رعد. رعد حمودي. عدنان درجان. خليل محمد علاوي مدافع اليمين. وتنقطع من الفريق السوري.
شوف الوسط كاظم فشر ضربة رأس راغد خليل مدافع الفريق السوري اليمين يسيطر على الكرة كرة وإلى جهة اليسار للفريق السوري قريب من منطقة الجزاء يدخل على خليل وينبث وتنقطع من خليل خليل إلى حارس حارس المن ويتقدم اللاعب نزار راح يحول وضربة زاوية ضربة زاوية للفريق السوري ضربة زاوية للفريق السوري جمهور كبير يشاهد مباراة اليوم ضربة زاوية للفريق السوري واحنا حوالي دقيقتين وينتهي الشوط الأول ضربة زاوية كرة وكرة عالية من اللاعب كاردغلي وضربة مرمى للمنتخب الوطني العراقي مرة أخرى نشاهدها بالتصوير البطيء ضربة عالية كانت هي بس ماكو غيره يطلع على المخرج يلا ما يخالف كرة عالية ضربة مرمى لمنتخبنا الوطني وراعد حمودي يلعب الكرة إلى عدنان درجان عدنان درجان عدنان درجان إلى غانم عربي يرجع إلى عدنان درجان إلى كاظم عربي إلى كاظم مفشر من الأول تلعب يا رعد يا عدنان رعد إلى عدنان درجال وغانم عربي كيف سويتوا صعب عليكم سيطر علي المدافع راغد خليل مروان مدراتي رجع الى الدفاع في منتصف الملعب تماما الكرة وكرة الى اللاعب محمد شقلان واوت رز ضربة مرمى لمنتخبنا الوطني النقل تلفزيوني حي بواسطة عربسات طبعا لازم احنا نشكر الاخوة في قسم الاخبار والبرامج السياسية او مديرية الاخبار والتبادل ايضا كذلك نشكر في المايكروفون في السنت والمحطة الارضية اللي هي او سبل النقل عن طريق العربسات والمايكروويف واللي دي شاهدها اكثر من 30 دولة واحنا بندخل العشر ثواني الأخيرة من الشوط الأول أعزائي المشاهدين وصفر الحكم بانتهاء الشوط الأول انتهى الشوط الأول أعزائي المشاهدين بتقدم منتخبنا الوطني بهدف واحد سجله حسين سعيد في الدقيقة 29 وهناك شوط آخر إن شاء الله يكون بنتيجة جيدة لمنتخبنا الوطني حكم المباراة يؤشر إلى مراقب الخطوط أحمد راضي وشاكر ولعبة الكرة وصفر الحكم معلنا بداية الشوط الثاني من المباراة خليل محمد علاوي وتنقطع من الفريق السوري وخليل إلى عدنان درجان عدنان إلى غانم عربي وإلى رعد حمودي حارس المرمى شوف مرة أخرى يطلعون الهدف اللي سجله حسين سعيد في مرمى سوريا والكرة مع حسين سعيد ويقدم حسين تحويلة إلى جهة أخرى عن حسين بعيدة راحت الله ضربة حلوة تحويلة بديعة لكن الإخماد بشوية جول 100% على كل تحويلة بديعة من حسين راحت الكرة مع الفريق السوري راغد خليل شوف مرة أخرى شوف التصوير بطيء على كل خيرها بغيرها وصفر الحكم فاول للفريق السوري اللاعب الفاول وكاظم يرجع إلى رعد حمودي حارس المرمى نحتاج إلى جول آخر للأمان يعني هاي كرة قدم مو أمينة إذا ما يصفر الحكم انتهت اللعبة
لا تقول فريق على فريق خسران. زين سعيد الى حارس محمد، حارس حارس يراوي يقدر يضرب الحارس، يضرب ويخلص الدفاع السوري. باسل جورجيز الى شاكر محمود، شاكر الى غانم، غانم غانم الى حسين سعيد، حسين حسين ينطي الكرة من بعيد وضربة من شاكر، غانم عربي تنقطع من الفريق السوري، واحمد راضي، احمد ما يسيطر عليها داخل منطقة الجزاء. 45 دقيقة وقت النفسي في ال 45 دقيقة. كاظم عربي لا اخلط بين غانم عربي وبين كاظم الطشة. على كل عدنان درجان الى علي حسين، ساعد علي اليوم لاعب جيد، الى احمد راضي في مركز خارج اليسار وتنقطع من الفريق السوري. بين غانم عربي وبين المدافع وترجع الى رعد حمودي. رعد مناولة باليد الى شاكر محمود، شاكر شاكر محمود. لا تنسون التعادل مو بصالحنا، خليل ممتازة يخلصها في منتصف الملعب، خليل محمد علاوي. حسين سعيد يتركها الى باسل جورجيز، باسل باسل ممتازة الى حارس، حارس الدعوة البعيد يضرب بعيد، جول جول جول. شاكر يسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني، شاكر شاكر يسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في الدقيقة الثالثة من المباراة. شاكر يسجل الهدف الثاني لك ضال للعراق العظيم ولقائد الأعظم صدام حسين، ضال جول للعراق العظيم، جول الهدف الثاني في مرمى سوريا. يرادلنا هدف، يرادلنا ثالث ورابع، وتشوفه مرة أخرى، مرة أخرى شاكر جول ممتازة، كرة في الوسط، هدفين لمنتخبنا الوطني. مرة أخرى مغرم بها المخرج، طلعها مرتين ثلاثة، جول ممتازة، نطحة هي السبب جول، شاكر ضربة بديعة. أحمد راضي وفاول لمنتخبنا الوطني، وصورة الرئيس البطل في ملعب الطائف والاعلام العراقيه والجمهور والمطربين وسعدون جابر واحمد ومحمد جسم هذا، وجول للعراق مقابل لا شيء لسوريا. شوف الاخضر العراق، حسين سعيد وشاكر محمود، حارس اقتل نفسي ال 45 دقيقه، تحويله ممتازه الى علي حسين، علي علي يحول ويقطعها، غانم غانم ممتازه، غانم لاعب جيد، دفاع جيد سيطر عليه الفريق العراقي. كاظم خليل محمد علاوي الى حسين سعيد، حسين تنقطع واللعب في تحت الفريق السوري. الان المستمعين طلعوا خط الوسط، تحويله واوفسايد، اوفسايد اوفسايد، بابا هذا حكم سويدي، هذا قابل رمية ضربة حرة غير مباشرة لمنتخبنا الوطني، واحنا في الدقيقة 50 اعزائي المشاهدين، في الدقيقة 50 والمنتخبنا الوطني متقدم بهدفين سجلهم حسين سعيد وشاكر محمود مقابل لا شيء للفريق السوري. كاظم مطشر حسين سعيد ممتازة الى احمد راضي، حسين سعيد حسين وترجع الى حارس المرمى، تنقطع من الدفاع السوري. والكرة مع الفريق السوري، حارس كرة عالية ضربة راس، باسل جورجيز، باسل شاكر محمود، شاكر خليل محمد علاوي، خليل لا خليل لا، مو 40 مره ضربت هاي، يوميه تدريب 40 مره كل واحد يضرب. على كل تدريب تبديل في الفريق السوري، رقم 4 طالع، رقم 4 اللي هو
اللي هو جهاد اشرفي طلع وراح ينزل لاعب في الفريق السوري رقم 14 اللي هو هيثم شحاته. 14 هيثم شحاته. وضربة مرمى للفريق السوري. كرة القدم لازم واحد ما يطمئن منها، كل ما يقدر يثبت اساس. هسه احنا مثبتين عمودين، يعني جولين. كرة. انقطع احمد راضي يقطع الفريق السوري في منتصف ملعبه. ممتازة ممتازة خليل. حسين سعيد يستلم كرة. الى احمد راضي تنقطع من الفريق السوري وفاول لمنتخبنا الوطني. يلعبون بخشونه ضد حسين سعيد واحمد راضي. على كل سوريا مشت هاي الخشونه هنا. لا مضبوطه. حكم سويدي شو نجيب بعد يعني. ضربه فاول لمنتخبنا الوطني. وباسل جوركي. وعدنان درجة. عدنان درجة. يحرك له الكرة الى شاكر تنقطع من الفريق السوري. غانم غانم يقطعها ممتازة. غانم مو بس يقطعها يعني تشوفه مسيطر. راح يحول الكرة تحويله حارس محمد يقدر يسيطر وممتازة. الكرة ما خرجت اوت والى خليل محمد علاوي. خليل لا خليل مناولة تنقطع من الفريق السوري. وعدنان درجال ما يتوصل للمداحجة من الفريق السوري. والحكم ضربة جزاء. لا 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 كرة ما لازم تلعب هيك يا عدنان. ضربة جزاء للفريق السوري. ضربة جزاء في الدقيقة 8. شوف مرة أخرى عدنان درجال ما لازم ترجع كرة. ترجع كرة صحيحة ما مع الأسف يعني ما أنطي قوة. احنا بالقوة اللي ما نجيب الفرق والله. يا على كل وليد ابو السدي يلعب ضربة الجزاء. ضربة جزاء لا لا على كل هذا لعب ضربة جزاء. لعبة الكرة ويسجل هدف سوريا الاول. النتيجة الان هدفين للعراق مقابل هدف لسوريا. ترجع خطر المباراة ترجع خطر المباراة ويلا انتهت بعد. ترجيع اشوف فيها المناولة خطر مرة اخرى نشاهده الى جهة الى يمين رعد. الى رعد رعد راح جهة والكرة الى جهة. و مرة اخرى تعادل ما يفيدنا اخوان. اي تعادل لصالح سوريا بهذه النتيجة. خليل وباسل جورجي غانم عربي. نتيجة الان هدف للعراق مقابل هدف لسوريا. علي حسين حرام يعني الفريق ينطي ضربة جزاء. وضربة جزاء يعني مو هجمة خليها مناولة كانت رايحة. ولعبة الكرة ما يسيطر عليها اللاعب السوري. واحنا 55 دقيقة منتخبنا الوطني مقدم 2-1 والنتيجة خطرة يعني مو زينة يعني لازم يصير فرق 2. فشوف ضربة جزاء ما تدري في اي لحظة. وفاول لمنتخبنا الوطني اتكاء عليه. فاول لمنتخبنا الوطني. حارس اخذ قواله بصعوبة نعطيها بضربة جزاء حرام. يلا ضربة فاول من منتصف الملعب السوري على الخط الجانبي. حارس محمد يلعب الكرة تنقطع. شاكر ويقطعها كاظم مطشر وتروح الى الاو. ضربة مرمى للفريق السوري. عصام محروس فرق 2 احسن من 1. هاي ما يعني ما متوقع تصير ضربة جزاء من هجمة يعني ما هجمة الفريق السوري. وخليل يقطعها وضربة راس تشاليك حتى لا يحتسب اسقاط كرة. والى حارس محمد و
وشاكر انقطع من الفريق السوري. الفريق السوري بدأ يهجم، شجع هذا الهدف يعني غير المتوقع. ماذا يأخذ على كل تحويلة إلى جهة اليمين، وليد أبو السل يحول، وغانم عربي يرجع إلى حارس المرمى رعد حمودي. رعد حمودي نتيجة هدفين للعراق مقابل هدف لسوريا. 12 دقيقة، رعد يلعب كرة عالية وعود لمنتخبنا الوطني من منتصف الملعب السوري. ضربة حر، رمية جانبية. خليل محمد علاوي، خليل محمد علاوي يلعب الرمية الجانبية بعيدة، وغانم عربي يلعب كرة إلى الرمية الجانبية. الفريق السوري من منتصف الملعب من الجهة الأخرى، والكرة مع الفريق السوري. أوف سايد، أشتر مراقب الخط، لكن الحكم يمشي اللاعب. وصفر الحكم، فاول للفريق السوري وأوفسايد من الأول. واللاعب السوري ساقط إلى جانب منطقة الجزاء. وإحنا أعزائي المشاهدين يعني أي تعادل بنتيجة يعني 1-1 2-2 مو صالحنا، صالح سوريا. فلذلك إحنا لازم يكون عندنا فرق هدفين، حتى واحد يحسب الظروف غير المتوقعة مثل هذا ضربة الجزاء. على كل ضربة فاول، ضربة فاول مباشر لسوريا. لعبة الكرة أرضية تنقطع، حارس كرة عالية إلى الأوت، رمية جانبية للفريق السوري، رمية جانبية للفريق السوري. واحنا راح ندخل ل 15 دقيقة ولا زال منتخبنا الوطني مقدم بهدفين مقابل هدف واحد لسوريا. احمد راضي لحسين سعيد، حسين انفرد، انفرد وداخل الصلاة. الله، انفرد حسين لكن دفاعه بعيدة، كانت قطعة جيدة من احمد راضي. كرة بديعة كانت من احمد راضي لحسين لكنها تروح إلى حارس المرمى. لعب جيد في منتصف الملعب. شوف مرة أخرى حسين، لكنه حارس المرمى يطلع ويقطعها عالية. ترجع كرة إلى حارس المرمى، وانذار لأحمد راضي، انذار لأحمد راضي، اعتار للاعب السوري، انذار لأحمد راضي، انذار لأحمد راضي واللاعب السوري. لعبوا هواية خشونة وياه، و بدا يعالج داخل الملعب. على كل احنا بالان ناقل نصف ساعه على انتهاء المباراه. منتخبنا الوطني متقدم 2-1، لكن نص ساعه مو قليله. وفاول للفريق السوري، واللاعب فاول للفريق السوري. هنا هذا اللاعب، ضربة حرة مباشرة، وانذار لأحمد راضي. واللعبة الكرة إلى عبد القادر كالدغلي، دغلي يرجع إلى محمد زهمان، وليد ابو السل، عاود للعراق، عاود للعراق. الى حسين سعيد، وعاود اخر من منتصف الملعب السوري لمنتخبنا الوطني.
الراد لنا جول الاخر. اعتقد الحكم احتسب فاول لا اوت. باسل يلعب الاوت. احمد راضي لحسين سعيد. شاكر يحول كرة ضربة رأس. خليل الى حارس محمد في مركز خارج اليمين. حارس يحول كرة تنقطع من الفريق السوري سيطر عليها شاكر. تنقطع من الفريق السوري. غانم عريبي ممتازة غانم يقطعها ممتازة يطلع لاعب يضرب بعيد بفوق العارضة ممتازة غانم ممتازة غانم ضربة قوية تشفي القلب هاي. ضربة مرمى مرة أخرى غانم من خارج منطقة الجزاء يضرب كرة وتروح من فوق العارضة. لعبت الكرة مع محمد تهبان من الفريق السوري إلى راغد خليل. هيثم شحاتة عصام محروس عصام محروس يلعب كرة ترجيع من عدنان إلى راعد حمودي. راعد كرة عالية تنقطع من الفريق السوري وسط الوسط لازم نسيطر عليها إلى راعد حمودي مرة أخرى. خليل محمد علاوي ورعد كابتن الفريق العراقي رعد حمد يلعب كرة تنقطع من الفريق السوري. غانم وإلى رعد من منتصف الساعة وإلى رعد حمود رعد حمود إلى كاظم منتشر كاظم قشر احمد راضي وفاول شفت يلعبون يعني على احمد وعلى حسين بتسنح فرص الفريقنا ان شاء الله تستثمر واحده منها خلينا في جانب الامان شويه اكثر. اللعبه الى علي حسين علي حسين تحويله قطحة جميلة من حسين سعيد تروح إلى حارس المرمى على حسين مناولة وممتازة. خليل محمد علاوي يضرب وكورنر لمنتخبنا الوطني هجمات جيدة من منتخبنا الوطني هذا اللاعب يصير ضربة زاوية لمنتخبنا الوطني. خليل علاوي يلعب ضربة الزاوية. خليل علاوي الحكم يبدل المصورين وضربة زاوية لمنتخبنا الوطني والدقيقة 20 باقي 25 دقيقة أعزائي المشاهدين المستمعين والعراق متقدم 2-1 وضربة زاوية لمنتخبنا الوطني لعبة ضربة الزاوية و أضرب أحمد وفاول لمنتخبنا الوطني فاول لمنتخبنا الوطني وفي منتصف الملعب ولاعب السوري واقع ولاعب عراقي ايضا واقع انضرب بوتشة و اللاعب اعتقد خليل خليل واقع ولاعب سوري ايضا واقع خليل محمد علاوي شوف نشاهده بالتصوير البطيء تحويلة كانت تحويلة خلينا نشوفها ضربة رأس من حسين تروح إلى حارس المرمى ما يسيطر عليها شوف وبعدين يسيطر عليها بالمرة الثانية ونهض باسل مرة أخرى تحويلة من علي حسين حسين سعيد ضربة رأس سوك جبت على ذيك جي على كل راحت باسل جورجيس كان واقع ونهض وضربة فاول لمنتخبنا الوطني
ضربة فاول لمنتخبنا الوطني. واحنا 21 دقيقة والعراق متقدم بهدفين مقابل هدف واحد لسوريا. ضربة فاول جدار من الفريق السوري. ولازم 10 ياردات. يقول له لازم يبعد 10 ياردات. اللعبة في جدار وضربة زاوية لمنتخبنا الوطني. يا الله. ضربة زاوية وهؤلاء المشجعون العراقيون والعلم العراقي في ملعب الطائف. واحنا يعني هواي انظلمنا بهاي اللعبات، لكن وجدنا في أشقائنا السعوديين وجدنا من أشقائنا السعوديين كل عون وكل تعاون. وضربة زاوية حارس محمد. حارس محمد ضربة زاوية. عدنان دجال. عدنان دجال بعد خليل يضرب وبعد خليل يقدر يضرب يحول كرة ويخلصها المدافع، وخليل يسيطر عليها مرة أخرى يتركها إلى أحمد راضي يحول وعاف حكم يقول إلا ضربة. لا ضربة أعطى ضربة حرة غير مباشرة بدنا ما يعني ليش البنالتي علينا ينحسب ليش ما علينا يا. على كل الحكم انتظر وانتظر بحرة للفريق السوري. واحنا لازم نجيب جول لاخي عصام محروس. عبد القادر كردخلي بنالتي شجعهم للفريق السوري. بنالتي شجعهم. بنالتي شجعهم. ما كان لازم يصير هذا ضربة الجزاء. مرة أخرى من عدنان دجال ضربة رأس وعدنان مرة أخرى ويضرب خليل وخليل سيطر عليه ويحول كرة وتنقطع. على كل الكرة مع الفريق السوري في منتصف الملعب. كردغلي كردغلي جورج فوري وهجمة للفريق السوري تحويله إلى الجهة الأخرى. كرة مواض ونصبها الخليل وحسين سعيد. ممتازة ممتاز. أشهر مراقب الخط على أساس الكرة طلعت أوت من ديش الجهة فضربت مرمى لمنتخبنا الوطني. باقي الكرة اللعبت من غانم إلى راعد حمودي. راعد حمودي كرة عالية على حسين ضربة رأس وتروح إلى الأوت. ضربة رأس ضربة مرمى لمنتخب سوريا. وعشرين دقيقة أعزائي المشاهدين وتنتهي المباراة بأكملها والعراق متقدم بهدفين مقابل هدف واحد والكرة مع مالك شكوحي. راغد خليل تنقطع من شاكة. باسل ضربة رأس. أحمد راضي ضربة رأس. حارس يسيطر عليه إلى حسين سعيد إلى حارس. حارس وفاول للعراق. فاول للعراق في منتصف ملعب الفريق السوري وامام المرمى. فاول للعراق. فاول. احنا يبادلنا جول حتى نكون في صف الامان. طوبه مو امينه ما تدري ايش فوكس يعني مثل ضربه الجزاء ما متوقع نهائيا. باسل جورجي وخليل وعدنان دجال. و يا الى خليل محمد علاوي يضرب.
لا خليل محمد علوي 40 مرة مسويها جول لمنتخبنا الوطني الراد إنه جول هادي جول جول للعراق العظيم جول الهدف الثالث سجله خليل علوي دق مشاهدي الكرام ومستمعيني 40 مرة مسوي هذا الفاول بالتمرين كل ساعة نسويه بالتمرين جول للعراق جول للعراق 3-1 للعراق جول شوفه من بعيد خليل 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 جول جول للعراق العظيم جول نتيجة 3-1 رئيس صورة السيد الرئيس والأعلام العراقية وجول يراد انه جول رابع عالي ما من كرة القدم اقطاع حارس فاول لمنتخبنا الوطني حكم الى حسين حسين الى علي حسين الى علي حسين شوف الخليل رافع ايده مسجل الهدف اللي وهجمه لمنتخبنا احمد راضي ودفع لك دفع العفو هاي ما لازم اشطبها عفو ما يعني دفع ما يصير دفع يا اخوان فاول لمنتخبنا في منتصف الملعب الهدف العراق 3 اخويا وين هذا بدل شوية هذا الاكثر العراق 3 وسوريا 1 وتنلعب الكرة تنقطع الكرة كاظم واير الكرة ممتازة حارس محمد الى خليل محمد علاوي احنا نلعب بعد لعب بعد طوبة هاي بعد لاحتين لاحتين على كل شاكر يسيطر على الكرة 40 مرة كل واحد ضرب هو خليل الفاول وحسين هسه صلحها 3 العراق وباقي باقي 14 دقيقة 3-1 للعراق باسل إلى كاظم مطشر كاظم غاني حلوة إلى علي حسين وطلع علي يضرب ويسيطر عليها المدافع السوري يرجعها إلى هيثم شحافة وضربة مرمى للفريق السوري ضربة مرمى للفريق السوري و16 دقيقة على انتهاء المباراة ومنتخبنا الوطني متقدم 3-1 و3-1 وضربة مرمى اللعبة داخل منطقة الجزاء مع مالك شكوحي مالك شكوحي كرة عالية وحسين سعيد يستلم كرة ضربة بالرأس حارس الى خليل ضربة رأس حسين احمد راضي و طب محروس والكرة مع الفريق السوري الى 17 نزار محروس نزار محروس واوت لسوريا وراح يجري تبديل في الفريق العراقي شاهد ناطق هاشم يجري حماء على كل الكره مع الفريق السوري وده راح يحول راح يدخل وطلعت الكره اوت مراقب الخط رافع ايده وضربه مرمى لمنتخبنا الوطني واعزائي المشاهدين 15 دقيقه على انتهاء المباراه باكملها ومنتخبنا الوطني متقدم بهدف بثلاثة أهداف مقابل هدف للفريق السوري وباقي 15 دقيقة والكرة مع راعد حمودي كابتن الفريق عدنان درجال إلى راعد حمودي 30 دقيقة و 37 ثانية على كل كاظم العب عيني راعد العب العب نلعب نهجم الآخر دقيقة كرة عالية كرة عالية أحمد راضي ما يسيطر عليها تنقطع من الفريق السوري و كردغلي عصام محروس عصام عصام محمد دهمان ممتازة كاظم طشر احمد راضي سيطر على الكره ممتاز احمد 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 تقدم داخل منطقه داخل منتصف ملعب الفريق السوري ناول الى شاكر شاكر
ممتازة إلى حسين سعيد. حسين يقدر يضرب، يضرب من بعيد وفوق بالمثلث، فوق المثلث. يلا حسين، ضربة مرمى لسوريا، ضربة مرمى لسوريا، ضربة 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 بديعة من حسين. روح كرة مع الفريق السوري. جورج خوري ممتازة، غانم عرابي تنقطع، حسين، حسين إلى إلى أحمد راضي وإلى حسين سعيد وأحمد راضي وعلي حسين ماخذ له مكان خارج اليسار. علي حسين يحول كرة خل، وضربة زاوية لمنتخبنا الوطني، ضربة زاوية. فريقنا دي شوف هذا ناطق هاشم يسوي حمال أنسيته معاه، وراح يجري تبديل في الفريق العراقي بتبديل، راح يقوي خط الوسط في سبيل انه يحافظ على النتيجه، وان شاء الله نحافظ على النتيجه ما يخالف. ضربه زاويه لمنتخبنا الوطني، و12 دقيقه على انتهاء المباراه في اكملها، 12 دقيقه و13 يعني هو الحكم اللي قرر مو احنا. وخليل محمد علاوي سجل لنا هدف ويضرب لنا الان ضربه زاويه، ضربه زاويه كره، الله ضربه راس من حسين راحت، لكنه علي حسين ما سيطر عليها وتروح الى الاوت. يلا خيرها بغيرها. لعبة الكرة مع الفريق السوري، منتصف ملعب الفريق السوري، اللاعب مروان، مروان عراق 3 وسوريا 1. خليل واوت لسوريا، اوت لسوريا، اوت لسوريا. يلعب عصام، يقطع خليل وحارس واوت اخر لسوريا من منتصف ملعبنا تقريبا، اوت عصام محروس يلعب الاوت الى مروان، راح يحول هذا تحويله عدنان ضربه راس. يلا علي حسين الى احمد راضي والى علي حسين، تنقطع الى الفريق السوري، سيطر عليها وليد ابو السل. خليل و اوت، اوت، اوت لسوريا، اللاعب الاوت، وراح يحول كره تحويله وراح يضرب كره ممتازه كاظم. وعلي حسين، علي حسين، علي حسين، علي حسين، واوت لسوريا. وتبديل راح يطلع شاكر، راح يطلع شاكر، وتبديل في الفريق السوري ايضا رقم 19 راح يطلع اللي هو محمد شقلان، وعندنا شاكر راح يطلع، شاكر اللي سجل لنا الهدف الثاني، نزل رقم 6 من الفريق السوري اللي هو محمود السيد. ناطق و ممتازة، ممتازة شاكر سجل لنا الهدف الثاني وطلع، والكرة الحكم يعيدها فاول للفريق السوري، واحنا اعزائي المشاهدين 9 دقائق ونص بالضبط وتنتهي المباراة بأكملها، والعراق متقدم 3-1، العراق متقدم 3-1، والكرة مع وليد ابو السل، ناطق وفاول ضد الفريق العراقي. فاول الفريق السوري، اللاعب الفاول ورقم 17 راح يحول، تسلل لصالح منتخبنا الوطني على كيفكم عيني. باقي 9 دقائق، 9 دقائق، وضربة حرة غير مباشرة تسلل، خليل محمد علاوي، إلى رعد حمودي كابتن الفريق. رعد حمودي، رعد حمودي يلعب كرة عالية
حسين سعيد ضربة رأس وفاول لمنتخبنا الوطني. فاول آخر من نفس المكان اللي ضرب منه خليل محمد علاوي وسجل الهدف الثالث. من نفس المكان اللي ضرب يا الله عدنا بطريقة مدربيهم المدربين يعني مو واحدة واثنين. باسل باسل يلعب كرة عالية رفعت الكرة وتنقطع من الفريق. كرة اوت لمنتخبنا الوطني خليل محمد علاوي يلعب الاوت من منتصف الملعب الى حارس يرجع الى خليل يضرب كرة واوت للعراق اوت العراق لان ارتفت في الاحمر اوت مو اوت يلعب الكرة الى باسل جورجي الى كاظم كاظم يرجع الكرة الى رعد حمود. 7 دقائق اعزائي المشاهدين والعراق متقدم 3-1 والى غانم عريبي غانم ناطق هاشم غانم عريبي احمد ليش الدفع يا لاعب ليش كابتن الفريق محمد دهمان ماكو حاجه تقدر تاخذ كره بلعب اخذها كره لعبت الى حارس الجهه الاخرى ممتاز حارس حارس حول كره حارس شويه ارفع عليه باسل خليل يسيطر على الكره الى حارس حارس هسه مناوله مال واحد مرتاح كره ليش على الجول شيء هاي كيف لها على كل مال الشكوحي الى مدافع راغد راغد محمد دهمان الى راغد واوت للعراق اوت للعراق من منتصف الملعب اوت للعراق رمية جانبية علي حسين ياخذ الرمية الجانبية الى ناطق ناطق الباسل جورجيس عدنان الى خليل خليل يرجع والى كاظم مطشر كرة بعيدة بين المدافع هيثم ويناولها الى عصام محروس محمد دهمان ناطق يحصل الفريق السوري قريب من الخط الجانبي في منتصف ملعبهم واحنا دخلنا الخمس دقائق الأخيرة أعزائي المشاهدين إذا الله سهل هجمة للفريق السوري مدافع اليمين حول ممتاز عدنان يقطعها و بعدها مع الفريق السوري وراح يحول وقريبا من الخط الجانبي ومن علم الزاوية و سيطر عليها والى الاوت ضربة زاوية حسب الحكم ضربة زاوية للفريق السوري واحنا او يعني على كل ضربة زاوية للفريق السوري وكلهم متقدمين ضربة زاوية ضربة زاوية تنقطع ممتازة كاظم حسين سعيد حسين الى احمد راضي وهجمه للفريق العراقي يطلع احمد يقدر يحول للجهه الاخرى الى حارس ممتازه الى حارس هجوم مباشر جيد وراء ناطق حارس يحول كره تنقطع من الدفاع السوري واحنا 4 دقائق باقي على انتهاء المباراه ويقطعها كاظم مطشر ممتاز الى علي حسين علي حسين احمد راضي
الى حسين سعيد وتروح الى حارس المرمى وين شكل ثلاث دقائق ونص اعزائي المشاهدين. احنا الان دقيقه 41 و43 ثانيه يعني تشاهد انتم من الشاهد في الملعب لكن ممكن الحكم يفوق الضايع. على كل الكره مع الفريق السوري مروان ممتاز على حسين قطعها احمد راضي الى حسين سعيد حسين يقدر يضرب احمد سيطر على الكره تنقطع من الفريق السوري خليل محمد علاوي خليل الى باسل جورجيس باسل جورجيس استلم من ناطق غانم عريبي غانم قوي غانم ثلاث دقائق على انتهاء المباراة اعزائي المشاهدين والكرة مع خليل محمد علاوي خليل محمد علاوي يحول الى جهة اخرى واشر مراقب الخط تسلل مسكها على كل حارس المرمى ناول واحنا اعزائي المشاهدين ثلاث دقائق ورم الكرة مع الفريق السوري الكرة مع الفريق السوري هجمة كردغلي عدنان قريب منه وتسلل تسلل 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 وهي للاوت تسلل للاوت اعزائي المشاهدين 43 دقيقة باقي دقيقتين على انتهاء المباراة بأكملها دقيقتين تفصل العراق عن كأس العالم والفريق العراقي متقدم بثلاث اهداف مقابل هدف واحد لسوريا دقيقتين وضربة وتسلل لمنتخبنا الوطني دقيقتين فقط اعزائي المشاهدين دقيقتين تفصل العراق عن كأس العالم لأول مرة إذا انتهت السافرة بإذن الله العراق يوصل إلى كأس العالم الكرة مع عدنان درجال عدنان درجال إلى غانم عريبي علي حسين في منتصف الملعب أنا نسيت شوية المستمعين بس تحت التلفزيون علي ممتازة هجمة للفريق العراقي علي حسين إلى حسين سعيد لفت ترتطم بالدفاع السوري وثلاثة أربعة متقدمين من الفريق السوري و كردغلي إلى عشرة مروان وهجمة راح يحول وتنقطع يسيطر غانم يتركها إلى باسل إلى علي حسين وأربعة وأربعين دقيقة واحدة تفصل العراق عن كأس العالم ممتازة إلى حسين سعيد يطلع واحد ويطلع ولعب خشن ويا حسين وفاول للمنتخب الوطني العراقي فاول للمنتخب الوطني العراقي اعزائي المشاهدين الان احنا 44 دقيقة و30 ثانية نصف دقيقة المخرج طلع المخرج هم صديق وضربة فاول لمنتخبنا الوطني نصف دقيقة فقط تفصلنا عن كأس العالم اعزائي المشاهدين يمكن الحكم يزيد طبعا صار توقف وضربة فاول لمنتخبنا الوطني ضربة فاول لمنتخبنا الوطني واحنا 50 ثانية والعراق متقدم 3-1 واللعبة الكرة واحتين ضربة رأس يبعدها حارس المرمى لكن احتسبها الحكم وفقر الحكم معلن انتهاء المباراة مبروك للعراق العظيم ولقائد الاعظم صدام حسين مبروك بوصول العراق الى كأس العالم مبروك للعراق العظيم شنو نمشي انت حرب بناء رياضة مبروك لجيش العراق الرياضي منتخبنا الوطني بكرة القدم مبروك للعراق العراق الى كأس العالم الدولة 23 العراق الفريق العراقي رقم 23 في كأس العالم اول مرة مبروك للعراق الفريق العراقي وصل الى كأس العالم العراق وصل الى كأس العالم ثلاث اهداف للعراق مقابل هدف واحد العراق بكأس العالم مباراة رائعة الفريق العراقي قدم احسن ما عنده مبروك للعراق الفريق العراقي وصل الى كأس العالم ثلاث اهداف العراق سجلها في مرمى سوريا وسوريا سجلت فقط من ضربة جزاء سمو الامير فيصل في الواقع والسيد القائد بالاعمال العراقي والسيد عبد الرزاق بكر رئيس الوفد
نشكر الأخوة السعوديين على كل ما قدموه. أعزائي المشاهدين والمتابعين، الفريق العراقي تعال، الفريق العراقي مبروكين وياي أعزائي المشاهدين. رعد 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 تعال، مبروكين رعد، مبروك العراق العظيم، مبروك للسيد الرئيس المعارف صدام حسين، مبروك للشعب العراقي المنتصر دوما. يعني الفرحة جدا غامرتنا الآن، وإحنا طينا عهد للسيد الرئيس والسيد عدي صدام حسين بأنه سنكون في مكسيكو إن شاء الله، وقد تحقق العهد وإن شاء الله بوجه العرب في مكسيكو. شكرا لك. هذا الفوز نهديه للقيادة السياسية على رأس السيد الرئيس وإلى كافة الشعب العراقي. تثمين هذا الجهود نهاية المشوار لمدة عام كامل، توجناه بهذا الفوز ووصلنا للمكسيك لأول مرة، يعتبر تاريخ للفريق العراقي، وإن شاء الله نكون عند حسن الجميع في النهايات. علي شاكر، شاكر اللي سجلنا الهدف الثاني. نهدي هذا الفوز إلى القيادة السياسية والعراسة سيد الرئيس قادم صدام حسين، ولا جمهور رياض الوفي، ولا رئيس الاتحاد عدي صدام حسين، وإن شاء الله سنكون عند حسن ظن الجميع في مكسيكم. هدية من الأعماق من أعضاء المنتخب العراقي إلى الأب القائد الملهم صدام حسين، وللأستاذ عدي صدام حسين، وللجمهور الكريم الغالي في القطر العراقي. من نحييكم أشرف صحيح. أول شوف مرة أخرى علي حسين، مناولة إلى حسين سعيد داخل منطقة الجزاء، وكرة تروح من فوق العارضة. ضربة مرمى للفريق السوري يلعبها مالك شكوحي، مع المدافع عصام محروس، وترجع إلى حارس المرمى. راغد خليل، كرة أرضية يستلمها كردغلي، وتنقطع من غانم عريبي. غانم إلى علي حسين، وتنقطع من الفريق السوري وغانم عريبي، والحكم يقول العب إلى علي حسين. شاكر ممتاز علي، مناولة جيدة إلى حارس محمد وإلى خليل علاوي. خليل في جهة اليمين يتقدم، يناول كرة تنقطع من الفريق السوري ويسيطر عليها حارس محمد. حارس حارس مرة أخرى، وخليل علاوي يحولها إلى علي حسين، ما يسيطر عليها علي، عالية تروح أوت للفريق السوري. هذا علي حسين، ورمية جانبية للفريق السوري قريب من علم الزاوية مالهم، وقت اللعب من راغد إلى حارس المرمى. كرة مع مدافع اليسار عصام محروس، اقطاع كاظم مطشر، باسل جورجيس إلى خليل علاوي، خليل إلى حارس، حارس يطلع واحد ويطلع اثنين وآوت للفريق العراقي. رمية جانبية لمنتخبنا الوطني، واحدة في الدقيقة الخامسة، والنتيجة التعادل بدون أهداف. وهاي الأعلام العراقية وصورة السيد الرئيس القائد صدام حسين في ملعب الطائف. جمهور، يعني حتى الجمهور السعودي متحمس لهذه المباراة، وبسبب الحكم فاول لمنتخبنا الوطني.
لخط الهجوم. الفريق السوري فريقنا الوطني أعزائي المشاهدين والمستمعين سيكون في اللباس الأبيض بالنسبة للثوب والسروال الأخضر والجواريب البيض. الفريق السوري راح يتألف من مالك شبكوح لحراسة المرمى في الثياب الحمراء والسراويل البيض، وعصام محروس، محمد دهمان، جهاد أشرفي، راغد خليل لخط الدفاع، نزار محروس، عبد القادر كردغلي، محمد شقلان، جورج خوري لخط الوسط، ومروان مدراتي ووليد أبو السل لخط الهجوم. يدير مباراة هذا اليوم طاقم السويدي يتألف من الحكم إريك فريدريكسن، عمره 42 سنة، إلى 1400 مباراة. عدد المباريات الدولية اللي حكمها 120 مباراة. شارت الفيفا الدولية أخذ عام 1973 وقام بالتحكيم في كأس العالم سنة 73. يساعد رونا لارسن حكم. ورمية جانبية للفريق السوري. راغد خليل يلعب الكرة، وغانم عربي ووليد أبو السل أخذ الكرة وهجمة من بعيد ويخلص كاظم، ورمية جانبية للفريق العراقي. وعدنا كاظم غانم عربي خرج خارج الملعب بإيده، إصابة خفيفة. الطبيب فالح فرانسيس والمساعد، والكرة بين جهاد أشرفي تروح إلى مالك شكوحي، ودخل غانم عربي مرة أخرى، والكرة مع عبد القادر كردغلي. كرة طويلة، خليل علاوي، كرة تنقطع من الفريق السوري. رمية جانبية لمنتخبنا الوطني في الجهة الأخرى من الملعب. ومباراة اليوم منقولة إلى أكثر من 40 دولة، من ضمنها كندا والمكسيك والبرازيل، وأوت آخر لمنتخبنا الوطني من الجهة الأخرى، ومن البرازيل راح تنقل إلى جميع دول أمريكا الجنوبية. لعبة الكرة الجانبية إلى خليل محمد علاوي، خليل محمد علاوي، كرة إلى أحمد راضي حارس وتنقطع، سيطر عليها عدنان درجال، عدنان إلى خليل علاوي، ترجع الكرة إلى كاظم مطشر، كاظم مطشر في ساحتنا يلعب مع غانم عربي مدافع يسار منتخبنا الوطني، وإلى حسين سعيد، حسين مناولة إلى غانم علي، ورمية جانبية لمنتخبنا الوطني. رمية جانبية للمنتخب الوطني العراقي، وهنا في الدقيقة الثانية، وعلي حسين، واحتسب الحكم فاول لصالح منتخبنا الوطني. فاول راح يضرب علي حسين، علي حسين يرفع كرة، وحسين سعيد، حسين، واه عالية، انفرد حسين وضربة عالية من فوق العارضة. تحويلة كانت فاض دولي سويدي، وبوكو لوسن 36 سنة أيضا حكم دولي سويدي، وحكم رابع هو منيب لجعيد من المملكة العربية الشقيقة. رئيس الفريق العراقي راعد حمودي أجرى القرعة، ورئيس الفريق السوري، والفريق السوري راح يلعب بمساعدة الهواء، ونحن في انتظار المباراة في شوطها الأول. مباراة اليوم مباراة مهمة، مباراة حضرها جمهور عراقي من ساعة واحدة لحد الآن يشجع، في فنانين وفي جمهور وفي كل شيء، وباقات من الورد تقدم إلى رئيسي الوفد العراقي والسوري من رعاية الشباب في المملكة العربية السعودية. و فريقنا الوطني العراقي في وسط أرضه، والكابتن رعد حمودي، وإحنا كنا أمل في أن فريقنا إن شاء الله يفوز مباراة هذا اليوم بكل ما أعرف عنه من قوة ومعنوية، وهذه هي آخر محطة له،
في البداية. الحكم السويدي في الوسط، والواقع هو ضربة البداية للفريق السوري. يعني الريح جانبية أكثر من ما هي مع أو ضد أي فريق. والحكم السويدي لاركسن في الوسط، وضربة البداية للفريق السوري. وصفر الحكم معلنا مباراة العراق وسوريا، وهي المباراة الختامية في للمجموعة الآسيوية ضمن تصفيات كأس العالم. باسل جورجيس تنقطع من الفريق السوري، تروح إلى عصام بحروس. نزار محروس، فاول. خليل علاوي يلعب كرة عالية، وأحمد راضي كرة تروح إلى الأوت. ضربة ضربة للمنتخب السوري. ضربة مرمى للمنتخب السوري، ولعبة الكرة مع جهاز أشرفي وإلى راغد خليل. راغد يلعب كرة إلى الأوت، ورمية جانبية للمنتخب الوطني العراقي. رمية جانبية للمنتخب الوطني العراقي. غانم عريبي يقول للحكم تقدم بعد. لعبة رمية جانبية وأوت آخر للعراق، ورمية جانبية. غانم عربي يلعب الرمية الجانبية، دافع جهاد أشرف إلى جهة اليمين. عصام محروس ترجع الكرة، وفاول فاول جورج فوري، وأوت لمنتخبنا الوطني. أوت لمنتخبنا الوطني. غانم عربي إلى أحمد راضي، على حسين، إلى شاكر محمود، شاكر إلى باسل جورجي، وتنقطع. غانم عربي حكم يقول العب، وقريب منا عدنان وغانم ووليد أبو السل يحول الكرة إلى مدافع اليسار عصام محروس. اللاعب في منتصف الملعب تماما بالنسبة للمستمعين إذا تحويله، وراعد حمودي يمسك أول كرة خلال 8 دقائق داخل منطقة الجزاء، والكرة عالية من راعد حمودي. كرة عالية سيطر عليها نزار إلى مدافع اليسار عصام.